مع بزوغ ضوء يوم جديد يندفع ما تبقى من الصيادين بحثا عن مصدر للرزق في عرض البحر بعد أن بعثرت الحرب غالبيتهم وتركتهم بلا طموح. لكنه بالنسبة لهؤلاء مصدر دخل وحيد لا يمكن معه توفير احتياجاتهم الأساسية نظرا لافتقارهم لأهم مقومات العمل على مهنتهم المتوارثة. فبعد أن فقدوا أعمالهم بسبب الحرب وأجبروا على النزوح عادوا مجددا وقد عبثت الميليشيات بقواربهم ومعدات صيدهم ما اضطرهم للتنوب على هذه القطع الخشبية وبقايا شباك مهترئة وممزقة. كان عندنا قوارب راحت بسبب الحرب ذهبت، رجعنا لا أدمان إلا هذه الصباية منها زيادة 50 نفر نصطاد هذه خمسة بعد خمسة وما أدوم التج ما أدوم كل حاجة، لا في تج لا في مواصلات لا في قوارب لا في أي حاجة ولا أشباك، نشتي أشباك نشتي قوارب نشتي تج نشتي كل حاجة، كل حاجة مش متوفر. مشاكل الصيادين هذه لا تقف عند معدات وأدوات الصيد فقط، إذ لا يمتلكون من وسائل النقل البري سوى هذه الدراجات البخارية وصناديق نقل الأسماك إلى سوق مديرية حيران الذي يبعد عن ساحل ميدي قرابة ساعتين. ورغم المخزون البحري الغزير الذي تزخر به شواطئ مدينة ميدي في محافظة حجة وثروتها السمكية إلا أنه ليس بمقدورهم سوى اصطياد الجزء اليسير منها خشية تلفها بسبب انعدام ثلاجات التخزين وافتقارهم لبعض أدوات الصيد. هذا السمك حق خمسة أشخاص، هذا السمك حق خمسة أشخاص ما يعني بكم يعني ما يكفيش ولا حتى حق خسارته ولا حق أي حاجة، ولو تأخر الصيد تأخر زيادة ما يخرب هذا السمك اللي معه، يلا ضروري تجي تلج لكي يصطاد كثير يعني ويتوفر كل شيء طلبة المواطن، يعني يكون السمك حتى رخيص لو توفر السمك بشكل عام. الأوضاع المعيشية الصعبة للصيادين وظروف عملهم القاسية تفاقمت في ظل شحة المساعدات التي يتلقونها ما دفعهم للمطالبة بتوفير احتياجاتهم الرئيسة لمزاولة مهنتهم ولو بالقليل من العناء وبما يكفي من دخل مادي لإعالة أسرهم. يخوض هؤلاء الصيادون مغامرة شبه يومية بحثا عن لقمة العيش، وعلى الرغم من طبيعة عملهم المليئة بالمعاناة إلا أنهم متمسكون بهذه المهنة على أمل توفير حلول لاجتياز صعوباتهم الراهنة. محمد يوسف لقناة بلقيس محافظة حجة.